سكة سفر يعود في جزء ثالث ونجومه ضيوف تفاعلكم، ومع عرض أولى حلقات المسلسل المنتظر من هم جماعة الحشاشين، وأحمد السقا يستحضر الجزيرة في أولى حلقات العتاولة. أهلا بكم. خالد وناصر ووليد ثلاثة أخوان مرافقين في رمضان للسنة الثالثة في المسلسل الكوميدي السعودي سكة سفر. بقول لك شيء بس خلي بيني وبينك. إيش؟ خالد قتل زوج صافي والحين صار مطلوب وكلنا مطلوبين. إيش؟ حي الله ابو يزيد. المتستر هذا وش يصير عليه؟ كان دخلت الغرفه ياخذني. يا جماعه الشبح ابو عبد العزيز انت ما تقدر تطلع لهم. طلعت لي صدق. انت اللي طلعت. اثنيننا طلعنا الباب. تطمطيد الرجال انت. لا لا اصبع بس. ايش اندعس؟ والله لو اشوفه ادخل يدي في فمه واظهر لسانه. وعد الخط العشرون. احنا اخذنا الغرف. لا والله ما ابغى شيء، يعطيكم العافيه. حجره ورق مقص. ايوه. في هذا الجزء من سكة سفر الأشقاء الثلاثة وليد وخالد وناصر في ورطة، وهي أنهم يعني أو أنه بيتم اتهام واحد منهم زور بارتكاب جريمة، فبيقرروا السفر إلى مكان بعيد وآمن عشان يستخبوا فيه، وهم مو عارفين أصلا إيش اللي صاير وإيش المجرم الحقيقي، مسك من مسك كل هذه الكلام. العموم نجوم المسلسل صالح أبو عمرة ومحمد الشهري وسعد عبد العزيز واللي عاملين ثلاثية رهيبة الصراحة. طبعا اليوم منوريننا في تفاعلكم خالد وناصر تحديدا، يعني صالح أبو عمرة ومحمد الشهري، أهلا فيكم معنا من الرياض بتنضموا إلينا. كل سنة وانتم طيبين. وانت بألف خير يا رب. أحب أقول أهلا وسهلا بالعربية في بيتي، يعني أنا مرة مبسوط صراحة، شعور مرة رهيب. بيتنا كلنا يعني إيه عازمكم كلكم إن شاء الله. يعني شكرا على الاستضافة، شكرا على الاستضافة. تحب تأخذنا تور في البيت حسن؟ والله بالعكس، عندي غرفة سينما هنا رهيبة كمان، في إن شاء الله هناك، بس الباقي بعدين إن شاء الله. طب وترى قاعدين نشوفك، يعني أنا سويت حركة عشان أقدر أشوفك. طب تمام تمام تمام، يصير خلاص تقدروا كمان تشوفوني وتتفاعلوا معايا. طبعا هم المشاهدين يكونوا مو عارفين أنه عادة يعني لما بنكون أنتم في مكان وأنا في مكان، يعني عادة بتكونوا سامعين صوتي مو قادرين تشوفوني مباشرة، فبيكون شوية صعب، بس أنتم حليتوا هذا الموضوع. على العموم خلينا نبتدي من سكة سفر. ما شاء الله قبل تبتدين معانا ضيف ثالث يا رجل. معانا ضيف ثالث. أوكي مين؟ جبة جبة. في شخص ما قدر يجي معنا، فإحنا عينا اللي نجيبه معنا. أيوة هو ما قدر يجي، فإحنا قلنا تمام حنحل لك المشكلة إن شاء الله، وراح تكون إن شاء الله معانا موجود. فسعد عزيز معانا إن شاء الله، لو في أي سؤال أو في حاجة أنا متأكد إنه حيجاوب، وإحنا حنوصل الجواب يعني. وتقدرين تسألين لو تبغين يعني يجاوب هو. انتوا من جدكم دحين جالسين تتكلموا ولا جالسين؟ لا لا والله اخونا ما قدر يجي يعني، فصعب نطلع من غيره، فقلنا لازم انه يكون موجود، لازم تستحضروا روحه يعني معاكم. بالضبط. طيب اسمع، خلاص اسمع، بما انكم بداتوا هذه البدايه من البدايه كده، قبل ما اسالكم عاد على سكه سفر والاشياء هذه كلها، قولوا لي دحين بما انه منه موجود سعد عبد العزيز، اعطوني كده ايش عيوبه ومشاكله كل هذه الامور، احكوا لي عنه. والله الحقيقه يعني ما يعني شوفي ساره انا عارف انك يعني تبغين توقعينا في الفخ، ولكن لن نقع ان شاء الله. سعد عزيز بالعكس صديقنا واخونا، صديق وشخص لطيف واخونا وكذا. أيوة. واخونا الصغير، فيعني وموجود معنا، فما اقدر اتكلم. اي موجود ترى اسمك. اي اوكي
أوكي طيب خلاص يعني ما تبغى تتكلم عنه يلا نمشيها. طيب سكة سفر للموسم الثالث يعني ما شاء الله عليكم يعني نجاح هذا أنه يتم تجديدكم لموسم ثالث. أتفاجأتوا من التجديد والموضوع؟ عندك بصراحة مو مرة تفاجأنا لأنه من سيزن 1 تقريبا كلمنا الأستاذ أوس الشرقي تقريبا في 15 أو 20 رمضان قال إحنا بنبدأ نجهز للموسم الثاني. الموسم الثاني نفس الطريقة صحيح إنه تأخر عرض المسلسل إلين العشر الأواخر في رمضان الماضي ولكن ما جاء العيد إلا يعني الحمد لله يعني الأصداء كانت جميلة جدا وجانا برضو الأستاذ أوس قال في سيزون ثالث. أوكي. فيعني ما حقول لك إنه حنا يعني تفاجأنا، إحنا مش متفاجئين مرة خصوصاً إنه إحنا حاطين السيناريوهات كاملة وين المفروض نوقف ومتى نوقف ووين بنروح. أوكي. فمجرد ما يجي التجديد إحنا جاهزين. أوكي. أنتوا حاطين إنه المسلسل يعني اتجاهه طريقه عارفين إنكم أنتوا في أي سيزن حتوقفوا؟ أي بالضبط. يعني كأحلام خلينا نقول كأحلام أمنيات يعني بس نعتقد إنه لازال المسلسل عنده مساحة أكثر إنه يكتشف مناطق جديدة وثقافات جديدة ولهجات جديدة وممثلين جدد والمملكة العربية السعودية زاخرة بالتنوع فلازال المسلسل عنده مساحة إنه يقول قصص جديدة وزائد أنت عارفة يعني إنه في الأخير هو عمل تجاري ف يعني الجمهور وجماهيريته تفرق، نجاحه في الموسم يفرق، أرقامه ومبيعاته تفرق، ولكن احنا جاهزين يعني. بس انتوا كده لو الموضوع متروك لكم تقعدوا كم جزء تحسوا انه جزء مثلا تنهوا على اي جزء وفين تنهوا؟ اوكي اقولها؟ اتوقع لا انا ما اتوقع انا اعرف. انت تعرف ما انا اقول لك بس انا اتوقع ان بنوصل يعني نصير ننسى النص نصير شيء بان شوي. لا 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 مو لهالدرجه لا لا ابدا. انا في اعتقادي ما حبيت احرق بس هو بيقول يلا. اوكي في اعتقادي الشخصي انه احنا لو وصلنا الى 20 30 بعد 7 سنوات من اليوم ختمنا في الرياض بالنسبه لي انا كمحمد ويمكن الشباب كمان يتفقون معي هو حلم كبير صراحة. ليش؟ لأنه لسه عندنا مناطق كثير في السعودية ما اكتشفناها أو ما شفناها بعيون الثلاثة. بنعيش عمره وبنعيش عمره مع هذا التغيير اللي قاعد يصير في البلد 100%. يعني تخيلي معايا 20-30 في الرياض، سكة سفر في الرياض، في إكسبو في الرياض، في كثير مشاريع في السعودية اكتملت. يا رب تكون النهايات سعيدة بالنسبة لنا حنا في قصصنا. اتمنى ولو مره الاخوان دولة يوقف معهم الحظ ان شاء الله يوقف. فيعني انتوا تبوا تعملوا زي المسلسلات الاجنبيه اللي هي بتسحب لمواسم طويله ويكون انه خلاص الختام عندكم 20-30 مع يعني مع سنه انه الرؤيه فيها كثير مشاريع فيها اكسبو فيها كذا وتكونوا في الرياض 100%. فاحنا لفينا لفه حوالين المملكه ان شاء الله. إيه لا هي حلوة صراحة الفكرة. ويمكن بس خلينا كمان نوضح للناس للي ما يعني تابعوا سكة سفر أو مثلا يعني ما شافوا كل الحلقات يعني بس لو تشرحوا إنه إيش الفكرة إنكم أنتوا في أحداث بتصير بس في نفس الوقت أنتوا جالسين بتلفوا. هو الفكرة من الموسم الأول طلعنا من منطقة الراحة واكتشفنا المنطقة الجنوبية وقدمناها للناس بممثلين من المنطقة بلهجة المنطقة، تعرفنا على قصص من نفس المنطقة. انتقلنا بعد هذا الموسم هذا ما بين الجنوب للمنطقة الشرقية، تعرفنا على الأحساء على الخبر على الدمام، والهدف في القادم أن نبحث عن قصص تشبهنا وتمثل المكان اللي نروح له أو تصنع دهشة للمشاهد في أي منطقة نزورها. أي بما بشرط انها ما تخل بالقصه، مو انها بس نسافر لمجرد ان نسافر، لا عندنا هدف انه نبغى فعلا نقول قصص من كل منطقه بطريقتها. زائد انه احنا يعني في حاجه مره مهمه دائما نحطها في عين الاعتبار عندنا انه احنا قبل لا نكون اصلا يعني ممثلين او في الشاشه احنا كنا يوم من الايام
جمهور، فإحنا قريبين مرة من الجمهور، قاعدين نحاول نسمع آرائهم. إحنا في يوم من الأيام كنا في مهرجان في الشرقية، فسمعنا كثير يعني التقينا في الناس على أرض الواقع، فصاروا بيقولون متى تجونا في حايل، متى تجونا في القصيم، متى نشوفكم في العلا. يعني هذا الشيء بالنسبة لنا، ونسمع نقدهم ونسمع كلامهم، فبالنسبة لنا هذا شيء مرة مهم ومحفز إن نبحث عن قصص جديدة في مناطق مختلفة. 100%. سمعتوا التعليقات على الموسم هذا اللي بتقول إنه في مشكلة في الصوت؟ يس، بس ما يعني ما أعرف المشكلة فين، بس أعتقد المادة في الاستديو تمام، بس أعتقد في شيء في البث أو حاجة ما أعرف صراحة. أوف، ضربت البث. ترى بس هو في مشكلة، ترى جهة البث أهم شيء عندكم. مين قال البث؟ أحد قال على أنا البث؟ قلت بث. أنت قلت بث؟ أنا ما قلت بث، أنا قلت بس بس بس. يقول بس بس مش انتبهوا، ما أعرف وين انتبهوا، جهة البث ترى هي أهم شيء. الله يصلحك سارة، أنت قاعدة تقولين شيء، أنت تقولين شيء ما قلت، تحاولين توقعيننا في شيء إحنا ما قلناه. الله يصلحك، أنا قلت اللي أنت قلته. هو يقول الصوت بس. أيوة أيوة. أنا أقول أنا عندي لذغة أحياناً، شو قاعد ألذغ أنا أحياناً أقول كلام. أجل 20-30 حالات بث وثورة. أيوة. ثوثو 20-30 إن شاء الله. يا سارة يا سارة الله يصلحك. سارة يعني هذا حدكم. هذه السنة حدكم، وهذه كفايتكم، وهذه نهايتكم. بس معلش، خليني أكون صريحة كمان معاكم، يعني صراحة ترى عادة أنتوا يعني المشاريع لما يكون فيها كذا شخص وكذا توزيع أدوار بتصير في خناقات، بتصير في غيرة، بتصير في أشياء من هذا النوع. أنتوا ما بينكم ما بتصير بينكم خلافات وكذا، وبعدين ما شاء الله كل ما لكم نجوميتكم بتكبر، وكل واحد منكم حتى بيسوي أعمال مختلفة بمعزل عن سكة سفر. يعني أنه تتوقعوا أنه 20-30 يعني حتكونوا قادرين تتحملوا بعض؟ يس، لأنه أتوقع أنه مستمتعين بالرحلة. واحد، والشيء الثاني إن إحنا نعرف بعض من أول، فدائما ما أعتقد إن الخلاف يعني ما يسوى على وشه، على دور ولا على كلمة ولا ما يعني ما في خلاف هيكبر بين أخوان. الشيء الثاني إحنا قاعدين نقول قيمة للناس، قيمة الأخوة، فمو معقول إحنا نصير عكسها، يعني شيء خوف. واحنا متفقين يعني في الاخير، يعني هي الـ اعرف انه التوليفة بالعاده يمكن ما تدوم، لكن احنا عارفين انها حتنتهي يوما ما، وهذا في قرارة انفسنا عارفينه. ايوه، فبالتالي احنا قاعدين نشجع بعض بعيدا عن بعض. بمعنى ثاني، صالح لما نشتغل هو وسعد في المكتب، كنت انا اول الداعمين لهم. انا لما اشتغلت في فيلم طريق الوادي مثلا، أيوة، كانوا هم اول الداعمين لي. ف هي كذا اللعبة. أوكي. طيب، فأنتوا تحسوا إنه لا، إن شاء الله أموركم ماشية يعني، والكلام هذا كله. طيب، بس كمان في نفس الوقت يعني إن شاء الله، يعني الله يبعد عنا الناس الوساوس يعني. بس في وساوس موجودة عندكم؟ لا لا، بس بقول لك يعني إنه طبيعي الأخوان في البيت يصير في أشياء، لكن أقول لك بشكل عام يعني. أيوة، يعني ما في ناس كده حوالينكم جالسين يوسوسوا لكم دحين؟ ما أدري ليه سارة حسات، سارة قاعدة تدور لأي أي كده ثغرة عشان هي تدور مشكلة. أنا أيوة بقول لك شيء، أنا في ناس قد جو حكوا قدامي عن أيوة. صالح ونفضت لهم يعني بالأخير، وهو نفس الشيء يعني، فإنه عادي يعني بنسمع الكلام ذا بالضبط. أديني الكلام الحقيقي، أنا هذا اللي أبغاه من الناس. أنا هذا اللي أبغى، أبغى الكلام الحقيقي، لأنه هذه الأشياء صارت فضفض السالفة. أي لأنه هذه الأشياء الفصفص والشاي الحين. أي هذه الأشياء اللي تصير في الطبيعة بالضبط. بس هو اللي يفرق قديش الواحد عقليته ما تسمح للكلام إنه يعشعش في مخه. بس هي هذه الفكرة. أي. وأرجع أقول لك إن إحنا مستمتعين بالعمل، عكس إن لما نكون مجبورين على عمل اللي قاعدين نسويه من غير نفس يفرق. بس إحنا مرة مستمتعين بذا الرحلة، مستمتعين بكل ظروفها، حتى بالأماكن اللي نزورها ترين قاعدة تحط فينا أثر. أماكن جميلة يعني، رحنا أبها، رحنا الحسا، رحنا الشرقية، فالرحلة بحد ذاتها ممتعة. ما هي شيء تحسين الله نسويه من غير نفس، لا بالعكس مبسوطين.
فأتوقع هذا يخلينا ما نفكر في التفاصيل. ردة فعل الجمهور طبعًا. بعد كل موسم قاعدة تحفزنا أكثر بصراحة. لما أشوف مثلا في السيزون الثاني لما عملنا المتحف الفندقي قديش هذا المكان تحول إلى مزار الناس قاعدة تزوره. صح. اليوم إحنا متوقعين برضو في الشرقية وفي أماكن كثير زرناها. أهل الشرقية نفسهم لما أحكي معاهم يمكن أنا منهم بس في أماكن كثير ما قد رحت لها ورحت لها مع التصوير لما أحكي معاهم عنها يقولون كيف عرفتوه المكان؟ فرحنا زرنا جبل قارة، جبل الأربع، شاطئ الدانة، أماكن كثير في الخبر وفي الحسا وفي الشرقية يمكن أهل المنطقة. وهذا جزء من الأشياء اللي إحنا قاعدين نحاول نروج له في السعودية، إنه إحنا على كبر مساحة السعودية الحمد لله، إلا أنه في مختلف التضاريس، مختلف العادات، في أماكن قاعدين نقول للسياحة الداخلية ترى قادرين أنكم تروحون هذه الأماكن وممكن تنبسطون فيها. فجزء من دورنا إحنا كسكة سفر، الناس لما تجي تمر في مكان بيقولوا أوه سكة سفر صوروا هنا أو مروا من هنا أو شفناهم هنا. وشيء مهم أن نشوف المعالم والمدن السعودية من خلال الدراما ومن خلال المسلسلات، بعيد عن الأعمال الوثائقية والأشياء اللي قاعد تقدمها، فهي كمان صح. ترسم قصة وتحط ذكرى حلوة في المكان سواء كوميدية أو درامية يكون نوعها. لا وأنتوا كمان يعني زي ما ذكرت أول كل واحد منكم صار عنده يعني برضو كمان بيشتغل على أشياءه الخاصة. إذا تحكوا لنا يعني مثلا صالح يمكن أنت كان عندك تجربة مميزة في اللي هي تعريب The Office. المكتب. المكتب يس. كانت كعمل عالمي نحاول نقدمه بثقافة سعودية بطريقة سعودية. شكرا للناس اللي تفاعلوا مع العمل وحبوه. دائما الأعمال اللي زي كذا العالمية لازم يكون عليها اختلاف وجهات النظر بين اللي تحبه وبين اللي تكرهه وبين اللي تعتقد أنه ما ينفع نعرب أشياء أجنبية، بس أعتقد أن التجربة في أغلبها قدرت توصل لشريحة من المجتمع يمكن ما شافوا The Office الأساسي فحبوا يشوفوا النسخة بطريقة سعودية وبنكهة سعودية. لها ظروفها لها تفاصيلها، بس مستمتع بهذه التجربة لأنها كانت جريئة أنك تجرب عمل عالمي وبكل بكل بكل تفاصيله، فشيء لطيف. لما فنان يا صالح يقول إنه تجربة لها ظروفها وتفاصيلها كأنه بيقول إحنا ما نجحنا تماما. ما حد يقدر يوقف قدام كاميرا يقول أنا نجحت وأنا أقوى واحد في العالم. دائما حتى إحنا في داخلنا في جلد ذات مستمر، الممثل دائما يجلد في الذات إنه أبغى أسوي أحسن، عدم رضا، تبغى تسوي الأحسن دائم. التجربة تمر بظروف طبيعي لأنها ما هي تجربة، يعني الأعمال العالمية ما هي تجربة سهلة لكل أحد بيشتغل في هذا المشروع. لأن تخيل أنت عمل ناجح جدا عالميا تبغى تخليه نسخة محلية، هذا يحتاج جهد كثير تمام، لكنك توصل لنسبة رضا فيه كويس، بس الممثل عمره ما كان عنده نسبة رضا، انسي الموضوع. صار عنده نسبة رضا هذه مشكلة. إيه. لا بس أنا ما أتكلم عنك أنت كممثل صراحة صالح، أنا بتكلم أنك أنت كأنك بتقول أنه يعني ردة فعل الجمهور كانت كده وكده. طبعا ما هو الأعمال لازم يختلف عليها ويتفق. ما في رضا كامل وما فيه صخط كامل. طيب عمل ما يصير فيه هذا الاختلاف في الآراء في مشكلة. إيه. طيب ومحمد في نفس الوقت أنت يعني كمان شوية صايرين حاسين بين أنك أنت ممثل بتقدم برامج كده، يعني حاسينك شوية يعني بتنافسنا شوية، بتدخل عالم التمثيل بتنافسنا شوية وهكذا، أنت تحس أنك أنت إيش ناوي تسوي؟ لا ولا أنافسك، أنا نفس سارة، أنا نفسك، أنا ممكن أنافسك في شيء واحد. أيوة ايش هو؟ انك اليوم انغلبتي من الهلال، بس لا 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 هذا الشيء انا حمشي وحترك الاستوديو. انا قلت لك لو جبت سيره هذا الموضوع اني انا بغلغي المقابله دي، وانا ساكته عن الموضوع من اول في وظيفه شاغره يا محمد، ويعني بتعاملت مع الموضوع انه كانه ما في شيء صار، وقلت لك لا تجيب سيره هذا الموضوع، مو من مصلحتك تجيب سيره هذا الموضوع ابدا. ايش يعني معلش معلش ساره معلش، يعني اول شيء هذه ما حركات رياضيه، ما حركات رياضيه. هارد لك تقول لي هارد لك، والابتسامه اللي شاقه وجهك هذه ايش؟ لان يعني كانت مباراه جميله
مبسوط جميل عشان النتيجة في صالح. روح عن الذهاب ولا هو روح روحة رياضية خلاص خلاص لا تعمق الجروح. أنت بس أنت تبغين هاردنك على إيش؟ تبغين على الدوري ولا على آسيا؟ إيش بغيتي؟ أقطع البث أقطع البث. تقدروا تقسموا الصورة. صالح أول شيء إنت إيش تشجع يا صالح؟ خلينا نطمن أول. أنا المشكلة جول كمان لو هقول هتزعل زيادة هتزعل أكثر. إيش؟ أنا أهلاوي. وي لا من جد؟ من جد؟ تجمعت كل المصايب عليها اليوم يعني معلش سارة مو يوم لطيف. معلش طيب اسمعوا ترى أنا اللي بيصير الآن يعني طيب هذه كانت فرصة معرفتكم كويسة سواء في الحياة أو في الفن أو في كده يعني لا حتقطعها معانا. لا 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 ليتني ما سألتك يا صالح كمان طلعت يعني ما حد فيكم طلع اتحادي يعني. طيب أوكي خلص إيش نسوي خلينا نحط الكرة على جنب. بالعكس الاتحادي دقيقة دقيقة دائما دقيقة هو سعد اتحادي سعد اتحادي سعد بس اتحادي. صدقيني إحنا دائما نقول إيه؟ انهض يا عميد انهض يا عميد كلنا والله نقول انهض يا عميد ما نهض نحب المنافسة مع العميد ما نهض ها. طيب أنا عندي ردود كثيرة عليها هذه الأهلاوي بس ما حد حيتحول الموضوع حدي. بعدين لأشياء كثيرة. طيب إيه بعد الهوى خلينا نكمل بعد الهوى. بدي أسألكم بس كده سؤال سريع كنت أنتوا في ناس كثير بيقولوا أنكم بينكم شبه فعلي تحسوا بهذا الشيء سمعتوا هالملاحظات؟ احنا فينا فينا من نظارات بعض ايه بس من شنب بعض والشنب احس الناس تشبه بالنظارات بس والشنب ايوه بس يعني ولا دقري الشنب ايه نفس الحلاق اخوان لا ترى على فكره بدي اقول لك يا صالح ترى محمد لما طالع فيك يعني ما كان حابب انه يكون يشبهك انا بس بقول لك النظره ما كانت كويسه اشوف شوف قاعد شوف لا انتبه انا ايش قلت في البدايه دقيقة. الناس اللي قاعدين يحاولون ايش خلنا نكتشف وانا بتاثر طب لا ما تاثر شفتي أوكي. الحمد لله ما تاثر انا عندي تعليق برضو عشان انك ما تاثرت بس برضو ما راح اقوله على العموم. طيب انا بتمنى لكم دائما التوفيق واخر مره تطلعوا معانا اوكي هذه نهايتكم معانا في النهايه هذه الله يعطيك العافيه صراحه قال 20 30 قال والله فرصه سعيده ساره تشرفنا فيك الله يعطيك العافيه مره انبسطنا انه كنا معاك بامانه بغض النظر انه على نتيجه اليوم وكذا بس خلاص يعني اتمنى انها تكون رياضيه بس بقول لا اصبر اوكي احنا على الصعيد الشخصي بنحب نتابعك دائما الله يخليك الله يوفقك ان شاء الله بعد تشتريني بهالكم اتمنى من الناس انها اتمنى انه الناس تتابع سكه سفر لانه في قادم الحلقات ان شاء الله راح يكون في يتعرفون على شغلات مره كثير ما ابغى نقدر نقول إن القصة لسه ما بدت تماماً الحلقات يعني الجاية هتبدأ أيوة. الحلقات الجاية راح تبدأ وإن شاء الله إنه اللي بيشوفونه وبنقدمه يكون يعجبهم إذا نال على إعجابهم فيعني ما نستغني عن دعمهم وإذا ما أعجبهم شيء فلهم كل العذر ولهم السموحة إن شاء الله نعوضهم في اللي جاي لا إن شاء الله بالتوفيق لكم أيوة. وأنا صراحة واحدة من الأشياء اللي حلوة يعني إنه عندكم يعني مثلا الكوميديا أحيانا بس بسبب نظراتكم لبعض بسبب ردود كده بس فعل وجهكم يعني بتصير هي هذه اللي بيضحك يعني بيكون فهذا اللي حلو كمان غير إنه يعني كمان القصة واللفلفة اللي بتسووها والأمور هذه كلها خلاص يعني اختلفنا ولكن نتفق على أهم شيء تدعمينا في 20-30 تكفين نسوي اللقاء في 20-30 ولا رح شوفكم بعد كده يلا إلا لو الاتحاد فاز لو الاتحاد فاز والله لأدوركم دوارة لوقتها يلا شكرا لكم طيب. كان معنا لو اسمعي نطع معك في لقاء لابسين تيشيرت الاتحاد خلاص اتفقنا عجبتني هذه عجبتني بس هذه لكم انتوا انا ما حلبس تيشيرت اي حد تاني اوكي بس كده عشان للتوضيح يعني ماشي حاضر اوكي اشكركم كانوا معنا من الرياض صالح ابو عمره ومحمد الشهري ابطال سكه سفر شكرا يعطيكم العافيه
أهلا من جديد. من الثنائيات اللي الأنظار متجهة لها في هذا الموسم الرمضاني ثنائية باسل خياط وكارمن بسابس في مسلسل نظرة حب. هو مسلسل اجتماعي رومانسي لكن كمان فيه تشويق وإثارة، وبنشهد فيه قصة حب استثنائية بين بحر وقمر. ما في حكاية بتستاهل تنحكى إلا والصدفة إلى مطرح فيها. الصدفة انت وين؟ اللي بتخبي سر. يا الله دخيلك يا الله، تصير حكايتها أحلى. والصدفة اللي بتفضح السر ترجع الحكاية لأصلها. الحكاية حكاية بحر. لك يا ابن الحلال، رح بتطب حالك وتحطني بورطة، الله أعلم لوين بدها توصلنا. مين غيرك شفت تسجيلات؟ أنت واحد كذاب. العمل من أول كم حلقة شد الأنظار ببدايته أنه كده اللي كانت على الرائق، لكن واضح أنه الإثارة جاية. لكن في إثارة من نوع ثاني أثارها المسلسل من أول حلقة حقيقة، يعني هو مو المسلسل اللي أثارها وإنما أحد ثاني. فالشاعر والكاتب السوري بحر لوديسا نزل البوست اللي شايفينه هذا على فيسبوك، واتهم صناع العمل بسرقة فكرته من مسلسل باليت اللي كتبه في 2016. الشاعر قال إنه لف بهذا المسلسل على مخرجين ومنتجين كثر، وإنه عنده الأدلة، وقال إنه السرقة تمت على قد ثقافة السارق اللي قتل وشوهها أو قتل وشوه العمل، وتعهد باللجوء للقضاء للمطالبة بحقه. بعد البوست طلع بحر لوديسة في لقاءات تلفزيونية وتصريحات كمان بيتكلم فيها عن الموضوع. احنا عملنا لفة على منصات نجوم العمل كده، لفينا على ستورياتهم صراحة كلها احتفال بالحلقات الأولى ونجاحها، وما أحد حتى رد على الاتهام. والجدير بذكر انه جميع صناع العمل طبعا لهم حق الرد، وعلى رأسهم مؤلف العمل رافي وهبي. كان من العدد مسلسل رمضاني شارك الموسم الماضي في رمضان، وراجع السنة هذه بموسم ثاني واسمه كامل العدد بلس ون. المسلسل من بطولة دين الشربيني وشري السلامة، ومن أبطال الجزء الأول كان الفنان الراحل مصطفى درويش. الفنان رحل فجأة من أقل من سنة بسكتة قلبية وصدمت وفاته الوسط الفني ومحبينه. صناع كامل العدد بدل ما يلغوا دور الراحل دخلوا في الأحداث وفاة الشخصية اللي بيأديها. وفي الحلقة الأولى من المسلسل عملوا لفتة حقيقي مؤثرة. ينفع كده يا عم عمر تمشي وتسيبني في المرستان ده لوحدي؟ ماشي، بس انا جاي عشان اقول لك، مش عارف جاي عشان اقول لك ايه. بس انا عايزك تطمن على الولاد، متخافش، حسن وحسين باخد بالي منهم كانهم ولادي، ربنا يقدرني أكون أب كويس ليه. عشان أنا عارف إن أنت لو مكاني كنت هتعمل كده وأكتر. بس أنت وحشتهم أوي. على فكرة كتحية للشخصية كمان، البيبي الجديد في المسلسل سموه عمر على اسم شخصية الراحل.
مسلسل الحشاشين من بطولة النجم الكبير كريم عبد العزيز وإخراج بيتر ميمي وتأليف عبد الرحيم كمال وهو من أكثر الأعمال المنتظرة هذا رمضان. سيدنا، جيش ملك شاه على مسيرة ليلة من القلعة. اطمن، 50 مؤمن بس كفاية. Votre Majesté, je connais cet homme. C'est Hassan Sabah. انت مين؟ روح سمعتني ذاك. اللي جابك مصر؟ ظلم الإمام نزار. هو الباب اللي ربنا فتحه لحسن الصباح. ما فيش حكم سلطان راسخ بدون دم. وعلى قد الترقب والانتظار جات الحلقة الأولى على قد المستوى حقيقة، تصدرت الترند ولفتت الأنظار ومع الإشادات والانبهار، لكن كان في تعليقات ناقدة ركزت على موضوعين اثنين: صحة الأحداث تاريخيا، وهذا خلاص يعني أمر متعودين عليه في كل عمل تاريخي، وكان كمان في جدل حول اللهجة، أنه المسلسل باللهجة المصرية وناس كانت بتقول أنه لازم يتقدم باللغة العربية الفصحى. تعالوا نحط أي جدل جانبا الآن، خلينا نتكلم أول شيء أنه تاريخيا المسلسل بيحكي قصة جماعة الحشاشين، واحد من أخطر الجماعات المتطرفة في التاريخ وزعيمها، واللي بتحوم حول هذه الجماعة وزعيمها كثير قصص ومعلومات وتفاصيل خاصة، يعني أو خاصة خلينا نقول أنها اشتهرت بتنفيذ اغتيالات دموية. خلينا شوية نتعرف على هذا أو هذه الجماعة. معانا الباحث في الجماعات المتطرفة ماهر فرغلي من القاهرة. أهلا فيك معانا أستاذ ماهر. أول شيء أهلا بيك أستاذ سارة. أهلا بيك. أهلا. أول شيء لما الناس كلها بتسمع عن الموضوع هذا بتقول ليش اسمهم حشاشين؟ هل هم كانوا فعلا بيحششوا؟ بعد التحية للسيادة كل السادة المشاهدين، هو لفظة الحشاشين خرجت أطلق عليهم أول واحد ماركو بولو، ده مورخ إيطالي، وهو قال في أحد كتبه أنه هو زار قلعة ألموت اللي هي كان فيها الحشاشين أو فيها الطائفة الإسماعيلية النظرية، وقال أنه حسن الصباح كان بيشرب أتباعه عن العناصر التابعة للحشيش ويسكرهم ويأمرهم منهم يقتلوا أنفسهم أو ينتحروا أو يعملوا عمليات فدائية، فكانوا بينفذوا على طول، هم غائبين على الوعي. فمن هذه أو من هذه الكتابات اللي هو أطلق هذا المؤرخ أطلق عليها عليهم لفظة الحشاشين من هذه اللحظة يعني. لكن باقي الكتب وباقي الناس اللي تحدثت عنهم تحدثت عنهم على أنهم طائفة إسماعيلية نزارية، وأن حسن الصباح أحد أبرز الناس اللي هم نصروا هذه الطائفة واللي أسسوا لهذه الطائفة. طيب لما نقول الطائفة الإسماعيلية النزارية، يعني بس إذا تبسط لنا هذا الموضوع. طيب هنرجع لورا شوية، هنقول إن هو طبعا الشيعة الإمام علي عليه السلام كلهم كانوا مؤمنين ب يعني سيدنا علي ابن أبي طالب وحقيته بالخلافة، انقسموا فيما بعد حول من هم أولاد سيدنا علي، فمنهم جزء رفض نزع سيدنا الحسن بن علي من الأئمة وجعل الخلافة في أولاد الحسين عليه السلام، وأولاد الحسين عليه السلام هنا هيطلع منهم أئمة إثنى عشرية، يبقى الطائفة الإثنى عشرية اللي هم شايفين إن فيه 12 إمام. نعم. هيطلعوا من أولاد سيدنا الحسين عليه السلام ومنهم المهد المنتظر، ودي طائفة الأكبر في طائفة الشيعة، والطائفة الثانية التي تليها مباشرة الطائفة الإسماعيلية. الطائفة الإسماعيلية هنا هتظهر في عهد بعد موت جعفر الصادق وهو الإمام الخامس. جعفر الصادق حينما توفى جزء من أتباعه شافوا أنه يخلفوا مباشرة إسماعيل ابن جعفر الصادق، لكن إسماعيل ابن جعفر الصادق مات في عهد جعفر الصادق، فهم قالوا أطلقوا إشاعات أنه كان على قيد الحياة وغاب،
وابن محمد هو الوالي من بعده الداعي الذي يدعو له. فهنا ظهرت فرق مختلفة اختلفت حول هذا الرأي. هنشوف الزيدية تخرج على هذا الرأي وشافت أن ده رأي خاطئ وأن الإسماعيل قد توفى. وهذا الرأي بدأ يندرج وبدأ ينتشر حتى وصل إلى تونس ووصل إلى مصر، وتم تأسيس الدولة الفاطمية اللي هي شافت أن أولاد إسماعيل هم الأحق وهم فيهم الإمام المهدي. وفي عهد المستنصر بالله الفاطمي في هذا العهد أيضا مات المستنصر بالله الفاطمي وخلفه من بعده اثنين من أولاده اللي هو نزار والإمام المستعلي بالله. المستعلي بالله استطاع أن هو يسجن نزار، سجنه في الإسكندرية ومات، وفر ابنه الهادي إلى آسيا الوسطى وتولى الحكم المستعلي اللي هي الفرقة المستعلية. أما النزارية اللي هم ذهبوا مع الهادي إلى آسيا الوسطى فالتقى بحسن الصباح في آسيا الوسطى، وبدأوا من هذه اللحظة الفرقة النزارية تنتشر في آسيا الوسطى ومنها إلى الشام ومنها أيضا إلى مصر. جميل. طيب يعني عرفنا الأساس هو تابع لمين. طيب شخصية حسن الصباح، يعني الحديث كله عنه أنه هو يعني أسس لأول فرقة اغتيال في التاريخ أو في التاريخ الإسلامي، إيش نعرف عن هذه الشخصية؟ نعم، هو من بلاد فارس وعاش في قم وعاش في مدن كثيرة في بلاد فارس، وعاش 3 سنوات في مصر وعاش سنوات أخرى مع طائفة أهل السنة الطائفة الكبرى، وانتقل بعد ذلك فالتقى بالطائفة الإسماعيلية في مصر، اعتنق هذه الأفكار، تم سجنه في مصر، بعد ذلك ذهب إلى آسيا الوسطى مرة أخرى، تم أيضا مطاردته، انتقل إلى الشام وعاد مرة أخرى إلى بلاد آسيا الوسطى، وكان في كل تنقلاته بيدعو إلى الدعوة الباطنية أو الدعوة الإسماعيلية، ويبحث عن قلعة ويبحث عن مكان يستطيع فيه قتال الدولة السلجوقية اللي هي كانت مسيطرة في هذا الوقت على هذه المنطقة. وبالفعل استطاع أن هو يتوغل في قلعة ألموت ويصادق صاحب هذه القلعة ويقنعه ويدعوه، ولكنه لا رفض هذه الدعوة فطردوا في النهاية. وفي بعض الأقوال أنه اشتراها منه وأعطاه أموال بس فيها نحن وظل فيها 35 سنة في هذه القلعة. أيوة، هي هذه القلعة ظاهرة في المسلسل، بس يعني نحن بنتكلم باختصار عن شخصية خلينا نقول لو بدنا نحطها في إطارها التاريخي هي شخصية قد تكون عندها كاريزما ولكنها شخصية إجرامية أو متطرفة. نعم بكل تأكيد شخصية لها كاريزما، يعني في بعض الناس بتتحدث أنه شاعر وأنه فيلسوف وأنه كاتب، له كتب وكتب مذكراته كذلك، وكان بيجذب أتباعه وله قدسية لدى أتباعه شديدة جدا لدرجة أنه كان بيأمر أتباعه بأنهم يرموا أنفسهم ويقتلوا أنفسهم، فكانوا بيفعلوا ده، وده ظهر في الحلقة الأولى من المسلسل. طبعا هو كان مؤمن بما يسمى ظاهر النص وباطن النص، يعني في ظاهر وفي باطن، مؤمن أن الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن ليس كلام الله بل هو فيض أفاضه الله على النبي محمد بلفظ سيدنا محمد، مؤمن بتناسخ الأرواح، يعني أن سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد وسيدنا محمد هو المهدي المنتظر، وإن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، يعني ليس يوم القيامة ميعاد بل هو معاد يعني عودة، يعني أن محمد صلى الله عليه وسلم سوف يعود في آخر الزمان في صورة المهدي المنتظر. إذن هذه كل هذه الأمور التعليم كان يجذب بها أتباعه وفاض عليهم بهذه التعليم، وكان يأمرهم بالعمليات الفدائية، وعمل أول عملية فدائية في التاريخ اللي هي قاتل نظام الملك ورئيس الوزراء في الدولة السلجوقية. طيب بس آخر شيء سريعا أستاذ ماهر، في معلومة كثير عليها جدل في المسلسل، طالع عمر الخيام الشاعر الشهير صديقه المقرب جدا لحسن الصباح، هل هذا الكلام صحيح؟
طبعا هو الصورة مبهرة في المسلسل، التمثيل كريم عبد العزيز، لكن هو طبعا هناك بعض الأخطاء، مثلا مثل هذه المعلومة، يعني في فرق سن ما بين النظام الملك وما بين عمر خيام، بين حسن صباح 25 سنة تقريبا أو 26 سنة بين كل واحد منهم، فهم ما كانوش أطفال وصغار كما ورد في المسلسل. أوكي، طيب يعني في عندك شكوك على موضوع الصداقة اللي بينهم هذه. طيب نحن بنشكرك جدا على هذه شكوك وموضوع باريس، العاصمة باريس، يعني صح باريس ما كانش فوق تلة بهذا الشكل وما كانش اسمها كده بهذا الشكل. صح، هي ظهرت في المسلسل باريس فوق تلة، واحتجوا كثير من الناس انها ما كانت فوق تلة وانه ما كان اسمها باريس اصلا في هذاك الوقت. على العموم احنا بنشكرك على هذه المداخلة، كان معنا الباحث في الجماعات المتطرفة ماهر فرغلي من القاهرة، شكرا لك على هذه النظرة على الحشاشين. شكرا جزيلا. بما أنه تكلمنا عن الجانب التاريخي من هذا الموضوع، والموضوع يعني فعليا المسلسل من أول حلقة يا جماعة ما أنتم متخيلين فاتح جدل مو طبيعي، جدل تاريخي، جدل فني، يعني فعليا هذا عمل يعني حيصير عليه نقاش إلى آخر الشهر أنا أتوقع. يعني إحنا كمان حبينا نسمع خلينا نقول رأي ناقد له باع في متابعة الأعمال من هذا النوع ونقدها، ونسأله يعني عن رأيه في الجدل المثار على القضايا الأخرى في هذا المسلسل. فخلينا نتكلم مع الناقد الفني أحمد سعد الدين. أهلا فيك معنا أحمد، يمكن طبعا كل عام وانت بألف خير أحمد. كل سنة وانت طيبة وكل المشاهدين بخير ورمضان كريم. أحمد يعني أنا ما شفت نزاع جالس يصير من أول حلقة زي ما اللي صاير على موضوع حلقة الحشاشين هذه. أول شيء في معركة ضارية على السوشيال ميديا إنه كان لازم يتكلم بالفصحى ولا لا، هم ما لازم يتكلم بالفصحى، طبعا هم بيتكلموا في المسلسل باللهجة المصرية العامية المحكية يعني، بس في مشكلة. في مشكلة بتحصل، أو من أول ما أعلنوا إن قصة الحشاشين هتتحول إلى عمل فني وهناك جدل كبير، لأن هذه القصة تحديداً هنشوف أن رأي الشيعة غير رأي السنة، الكتاب اللي اتعمل هنا غير الكتاب اللي اتعمل هنا، فهي حالة جدلية من القصة أساساً. لكن لما نيجي ناخد بقى العمل الفني كعمل فني كمعطيات فنية، هنلاقي أن المسلسل متفوق في بعض الجوانب، زي مثلاً الصورة، إبهار غير طبيعي في الصورة، عندي المونتاج، الإخراج، الأماكن الطبيعية، الإنتاج السخي الضخم، أوكي كل ده جميل. نيجي بقى لنقطة مهمة جدا خاصة بمسلسل الحشاشين وبالأعمال التاريخية من السنة اللي فاتت وحتى السنة دي، يعني حتى مسلسل اسمه الإمام الشافعي صح كان السنة اللي فاتت كان برضو بيثير جدل فيه. صح، للفنان خالد النبوي طبعا. الفنان خالد النبوي. احنا بنتكلم على الفترة التاريخية، حتى لو كانت الفترة التاريخية بتدور في الشام او في فارس او في اي مكان، اتعودنا دايما ان هي تبقى باللغة العربية الفصحى حتى بيدي زخم للتاريخ. وجهة نظر فنية لمخرج العمل سواء السنة اللي فاتت أو السنة دي، رغم أنهم مختلفين، على أساس أن أنا لما أجي مصر هتكلم اللهجة المصرية. التعود على اللهجة أو على اللغة العربية الفصحى بيدي زخم جميل لهذا العمل، وإحنا تعاملنا باللغة العربية الفصحى منذ بداية التلفزيون سنة 1960 وحتى الآن. لما باجي أغير وأخلي اللهجة المصرية بيحصل هنا لبس كبير جدا وبلبلة شوية للمشاهد أو المتابع. لكن كمان بس عشان يعني أنت بترد هنا على الناس اللي كانوا بيقولوا أنه أصلا يعني حسن الصباح أصلا كان في مكان ما فيه بيتكلموا العربية ولا أصوله على العربية والكلام هذا كله، فأنت بترد عليهم أنه لا، كان أفضل استخدام اللغة العربية الفصحى بغض النظر عن هذا الأمر. طيب بس لكن في نقطة أخرى، بعض الناس قالوا أنه مسلسل الإمام الشافعي العام الماضي تلقى الكثير من الانتقادات على موضوع أنه اللغة واللغة صح واللغة غلط والكلام هذا كله، فيمكن كانت محاولة كمان لتفادي هذا الجدل؟
كان المفروض يبقى محاولة لتفادي الجدل اللي حصل السنة اللي فاتت، كان المفروض يبقى السنة، ولكن هي المشكلة بتبقى وجهة نظر مخرج شايف إن ممكن إن أنا لما أروح مصر هتكلم لهجة مصرية، لما أروح السعودية هتكلم باللهجة العربية السعودية أو هكذا، ولكن الأفضل لأن أنا بخاطب جمهور عربي مكون من 22 دولة، اللغة الوحيدة اللي هي متعارف عليها ما بين الكل هي اللغة العربية الفصحى، لأنها لغة القرآن أولا وأخيرا. طيب الأفضل إحنا نشتغل بكده. أيوة. طيب خليني كمان أسألك على بعض شيء تاني أو أنقلك نقطة أخرى غير اللهجة واللغة. قصة الأخطاء، كانوا بيقولوا أنه في أخطاء معمارية، يعني أنه مثلا في مآذن أو أشياء كانت مش موجودة في هذاك الوقت، بنيت في وقت آخر، موضوع مثلا باريس أنه ما كان اسمها باريس، هذا النوع من الأخطاء، إيش رأيك فيه؟ هذه الأخطاء ممكن تبقى موجودة فعلا، لأن احنا بنتكلم على القرن الحادي عشر. القرن الحادي عشر ما كانش فيها باريس، ما كانتش موجودة، ما كانتش موجودة بهذا الشكل تماما ولا بنفس الاسم. تمام. هنا بقى المراجعة التاريخية، المفروض الطبيعي ان انا لما بعمل سيناريو لمرحلة تاريخية بيراجع من أساتذة التاريخ في هذا الوقت اللي هم متخصصين في هذا المكان، سواء على المستوى المعماري الشكلي يعني أو حتى الأحداث التاريخية. هنا بقى المفروض أن أصحاب صناع العمل يصدروا لنا بيان ويقولوا والله إحنا رجعنا المسلسل إزاي أو رجعنا الفترة التاريخية إزاي، لأن هناك جدل والجدل ابتدى من امبارح من امس وهيستمر حتى موعد عيد الفطر فعلا. لا لا لا، هو متوقع 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 احمد انه يعني حتطلع كميه اشياء ونقاط من هذا المسلسل للنقاش كثيره جدا طبعا. بس بمعزل عن هذا الشيء انا اتفق معك، الانتاج طبعا رائع، اداء الفنانين رائع طبعا، يعني كريم عبد العزيز يعني طبعا. خلي بالك من نقطه صعبه جدا، ان هذا المسلسل او الحقبه الخمس سنين او السبع سنين اللي فاتوا بيطلع الاعمال التاريخيه في وسط السوشيال ميديا. أيوة. السوشيال ميديا بتقف على كل تفصيله وكأن الدنيا قامت. فهنا الصعوبه الاكبر ما كانش بيقابلها او بيصادفها الاعمال التاريخيه قبل 20 عاما او صح 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 فعلا معك حق. على العموم لنا عوده طبعا للحديث عن اكيد اشياء ثانيه كثير خلال رمضان. نحن بنشكرك، كان معنا من القاهره عبر زوم الناقد الفني احمد سعد الدين، شكرا لك. شكرا شكرا شكرا. خبر آخر متعلق بالحشاشين معنا اليوم، لكن أنا صراحة أخف شوية من يعني تقل جدل التاريخ والانتقادات والأمور الثانية. ففي صورة تم تداولها بشكل فواسع للفنانين فتحي عبد الوهاب وأحمد عيد من كواليس الحشاشين، والصورة ذكرت الناس بمشاركة الفنانين مع بعض ببطولة فيلم ثقافي من قبل 24 سنة. حقيقة الصورتين جنب بعض كده يعني مبهجين، لكن صار في كمان خفة دم يعني حقيقية بين التفاعل الفنانين اللي صار مع الصورة أصلا. ففتحي عبد الوهاب نزل الصورة وقال دا شقاوة قديمة، أحمد عيد راح عمل لي بوست الصورة وقال الحمد لله ربنا تاب علينا من الثقافي، بس ما بعدناش كتير حشاشين برضو. أهلا من جديد. في 2007 قدم النجم أحمد السقا واحد من أشهر أدواره أكثرها نجاحا، منصور الحفني في الجزيرة، ومن أشهر مشاهد الفيلم كان هذا المشهد. ولو ظابط حياته ومطرحه من النهاردة مفيش حكومة، أنا الحكومة، أنا الحكومة. أحمد السقا بيقدم مسلسل العتاولة هذا الموسم الرمضاني، وفي أولى الحلقات أمس استحضر مشهد أنا الحكومة من الجزيرة، بس هذه المرة أنا الأصول. لينا نخلصها بالأصول من النهاردة، ما فيش أصول، أنا الأصول، أنا الأصول. اخرس يا عجل أنت. لا 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 كده، نخلصها بالأصول من النهاردة، ما فيش أصول، أنا الأصول، أنا الأصول. مشاهدين احنا وصلنا لختام حلقة اليوم، انا عود والقاكم غدا ان شاء الله في حلقة جديدة من تفاعلكم. في امان الله.